وصلت على المرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الديني المستوى الرابع. أنا جد فخور بهذا التتويج، لقد شرفت بلادي ومدينتي. أولا على سلامة آدم وفرحنا الله يرضي عليه. التتويج راه تلهدو لجميع المغاربة وجميع الناس اللي يساندونا ووقفوا معنا، وليكم تانتوما اللي واكبتونا من بقيتوا معنا هنا في المطار تنزلوا. استقبال رائع صراحة. كاين الناس اللي جاو من الصويرة باش يستقبلوهم هنا في المطار، كاين الناس اللي جاو من الصويرة. شعرت بالفرح حيت هادي واحد الشرف كبير باش نجي أنايا الرابعة عالميا في هاد البطولة العالمية ديال الحساب الذهني. الحمد لله كانت المشاركة طيبة ديالنا في البطولة العالمية الحساب الذهني اللي عرفتها الديار التركية، واللي عرفت مشاركة 31 دولة. ولله الحمد الفضل ديال يعني دعم ديال الاباء وفضل دعم ديال الاشخاص يعني معنويين وفرادى. كان سبحان الله حنا امنا بالقدرات ديال الوليدات اللي كنا غاديين، ما مشيناش حنا السياحه، حنا اصلا حنا مشينا من المغرب باش نرفعوا التحدي، وحنا الهدف الوحيد اللي كان عندنا هو الفوز بالبطوله، وتحقق لنا ذلك بطبيعه الحال ماشي بالسهوله، وفعلا تحقق ذلك. يعني رفعنا الرايه ديال المغرب بين 31 دوله وحصلنا على المرتبه الاولى عالميا، واكثر من هكذا حصلنا على الرقم القياسي العالمي اللي دار في تركيا ذاك العام، حيث دارت 137 عمليه في ظرف 8 ديال الدقائق. اليوم حنا عندنا الرقم العالمي القياسي ديال 167 عمليه في ظرف 8 ديال الدقائق، وهذا شرف كبير كبير للمغرب. صراحه هو شعور لا يوصف، مهما قلنا من كلمات وما عبرنا ما يمكنش نوصفوا هذا الشعور. حنا فرحانين بزاف 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 لانهم توجوا جابوا المرتبه الاولى والثانيه عالميا، وبيان سور لي زوطخ اللي جابوا المراتب متقدمه. اللي عندهم وليداتهم تنصح جميع الامهات وجميع الاباء انهم يشجعوا وليداتهم، انهم يدفعوهم باش يحققوا الطموح ديالهم، باش يدفعوهم في المواهب ديالهم، يساعدوهم باش يحققوا الطموح ديالهم في المواهب ديالهم. شاركت في البطوله العالميه للحساب الديني بتركيا مع زملائي من جمعيه الطلاقه بالصويره، وقد حزت المرتبه الرابعه عالميا بالمستوى الرابع، وانا جد فرح بهذا التتويج، واريد ان اشكر كل المؤطرين وكل من ساهم في تحقيق حلمنا في مشاركه في هذه البطوله. استقبال رائع جدا كان في المستوى. الاحساس ديالي انا جد فخور لانه ابن ديالي تمثل المغرب ورفع رايه المغرب وكان حلم تحقق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.